صباح الخير على كل المستمعين الأوفياء في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع المحلل اللي كيهتل كل يوم سبت صباحا مواضيع حول الصحة النفسية للطفل والأسرة، رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. صباح الخير بروفيسور. صباح النور يا سناء، بارك الله فيك. شكرا. موضوعنا اليوم بروفيسور غادي نقوم معك بتحليل انواع ديال العنف ومدى تاثيره على الذكاء العاطفي عند الطفل وعند المراهق. وبروفيسور كيف كتذكرنا دائما على انه ما كاينش غير العنف الجسدي وانما كاين انواع اخرى للعنف اللي كنستهنوا بها، يعني بحال اللفظي والعنف الثقافي والرمزي المعنوي والعنف الحسي. فبروفيسور شنو تعريفك للعنف والانواع ديالو وكيفاش ممكن ياثر على يعني هذا العنف بكل انواعه على الذكاء العاطفي؟ واش غير الذكاء العاطفي بوحده هو اللي كيتاثر بهذا العنف ولا كاين أمور أخرى اللي كتقاس عن طفل المراهق؟ هو للفكر الإسلامي والحمد لله مدرسة مكتملة شاملة. الله سبحانه وتعالى تذكرنا ما فرطنا في الكتاب من شيء. الذي يحزن في الوقت الحالي أن العديد، ماشي كل ولكن العديد من علماء الأمة الإسلامية أصبحوا يهتموا حاليا بما هو حلال وما هو حرام، كأن الإسلام عجل البارح، وهو المسلمين الحمد لله كيعرفوا الحلال والحرام بشكل واضح. وملي تينصب واحد العديد من المفكرين والعلماء والمهتمين بحقوق العلوم الإنسانية والفكر والفلسفة ذات منهل ومنبع إسلامي التي يهتم فقط بما هو حلال وحرام، بما هو فقهي وشرعي، كتبقى الساحة فارغة وما تيجيناش المدد من العلوم الإنسانية العريقة والعتيقة والأصيلة واللي عندها أجوبة دقيقة لأسئلتنا الحاضرة. العنف باش يتحلل على اساس عنف خصو مرجعيه ثقافيه. الى زولنا مرجعيه ثقافيه معينه كتولي اللخبطه في تفاسير وتاويل. خص لابد ما نقولوا تحت المرجعيه الغربيه كذا وكذا، تحت المرجعيه الهنديه كذا وكذا، تحت المرجعيه اليابانيه كذا وكذا. ما يمكنش تجي وتحلل واحد الظاهره بشكل هكا عمودي مطلق. مثلا في واحد المنطقه في كوكاز كاين واحد القريه اللي كيخطبوا ولادهم بلاتهم هما صغار، العائلات كيتفاهموا انهم غيزوجوا هاد البنت لهاد الولد. بعد ما تيكبروا الولاد وتيقروا عائله الزوج بان البنت صبحات صالحه للزواج كيمشيو يخطفوها. بهذا المعنى الخطف كيتلقاو لها خارج المدرسه ولا يتلقاو لها في السوق ولا يمشيو واحد الموضع وتيخطفوها وتيسدوا عليها سنة. فدابا بالنسبة لينا حنايا إلا جينا نشوفوا هذا الحدث، هذا ها هو عنف عاطفي، عنف سيكولوجي، عنف 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 بالنسبة لهم هما. وبعد كتفوت عام كتمشي لعندهم امها وباها وكتقول لهم تبقى تبكي خطفوني، كتقول لها مسافتي راه خطفوني، كتقول لها جدات راه خطفوني. بالنسبه لينا حنا في عيد الاضحى ملي كنحرو الاضحيه، وسير سول واحد امريكي ولا واحد اوروبي كيفاش كيوصف هذاك الحدث عند المسلمين، بالنسبه لهم راه عنف. ملي تنختنوا ولادنا الذكر راه عنف. اذا خصنا نحطوا مرجعيه هي الاولى. ملي كنبغيو نحلوا واحد الظاهره انسانيه ما يمكنش تحللها بالمنظور المطلق. هنا ما كاينش العولمه، هنا هنا كاين خاصيه. هنا في اللي كنديا اذكياء وقراوها من هذا الباب، هذا اللي سموه ليتنو سيكولوجي. يعني ما يمكنش تفسر واحد الظاهره بشكل عام، كتفسر تحت المرجعيه الثقافيه ديال هذوك الناس. ف فين هو القفل؟ حيت دخلات ظواهر الثقافه الاسلاميه العربيه الامازيغيه، دخلت واحد الظاهرات جداد. مثلا التطوار، انه الانسان يوشم في الجسم ديالو عنف بالنسبه للمرجعيه الاسلاميه. عنف حرام، خصك تقيس الجسد اللي كيشد زيزوار ويبدا يقطع في لحمه، عنف.
فاحنا كل ما هو مادي كنعرفوا ليه، كنقولوا هذه المرأة كتعاني من عنف، هذا البيت هذا فيه العنف الجسدي كيضربها. حتى دابا صبحوا الناس كيضربوا بوسائل أخرى، الهجران، من راجل يهجر مرته ما يعاملهاش بطيبة هذا مش عنف، ما يتكلمش معاها مش عنف، ما يشاورهاش مش عنف. غنبداو من المستوى العالي فيه هو الرمزي، لا فيولونس سامبوليك. مثلا المغرب لغته معروفة وثقافته معروفة وحضارته معروفة، أصبحوا العديد من العائلات المتوسطة والبسيطة تتعاملوا مع أولادهم باللغة الفرنسية وتعلمهم الثقافة الأوروبية الفرنسية، وهما ما عندهمش مفاتيح ديال الثقافة الأوروبية الفرنسية، ما كاينش مفاتيح، لكل ثقافة عندها مفاتيح. مثلا الثقافة الإسلامية عندها مفاتيح في موجودة في المقاليد، في صيغة المقاليد، له مقاليد السماوات والأرض، سئل النبي عنها قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده أستغفر الله ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن يده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في المعنى الأولي كيتخذوها ناس أذكار وأدعية، في المعنى الحكمة ديالها فيها دلالة وإشارة لهاد العشر جمال، هاد عشر مجوهرات غادي تجعل لنا كل ما هو ثقافي في الفكر الإسلامي محكم. فملي كنوضعوا لا إله إلا الله وكنتبعوها بالله أكبر وسبحانه، كنشوفوها كمعاني الجلالة لله العظمة لله، كنتعجبوا ملي كنقولوا سبحان الله في شي حاجة فيها بديع السماوات ونشكره، استغفر الله الإنسان خطأ ولا قوة إلا بالله إنسان ضعيف، الأول والآخر منتاش أول واحد درتي شي حاجة ومنتاش آخر واحد غدير الحاجة، سابقك وخاتم لك، الظاهر والباطن الذين يؤمنون بالغيب، ماشي كيأمن غير بالبنية الظاهرية، حيث النفس راها بنية باطنية، ها هو وضح علينا هنايا كمرجعية الظاهر والباطن. ملي واحد كيكون كيعاني من اضطراب نفسي وينوض باه يصلخو وتنوض تصلخو وتقول له الفشوش، سير تقرا راه فيك الفشوش، هو راه فيه لاغورافوبي ولا فيه ساندروم دونكسيتي دونغواس، هذا ها هو عنف، ولكن ماشي عنف جسدي ما فيهش لا تراس، ولكن واحد يعاني من رعب ما تيقدرش يشوف واحد المجموعه ما يقدرش يخرج للشارع وتجي مو تضربو وتقول له جنون، يقول السحور، يقول العين، يقول الحسد، يقول كذا، ها هو تيقول لنا الظاهر والباطن بيده الخير، يعني الرزق ديالك والسعه ديالك والمجرى ديالك. شتي هاد البنيه ديال 10 ملي كتوضع، لان لا جينا نمشي ونبقى ونسردوا كل ما هو عنف رمزي تا 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 في الثقافه الاسلاميه، كل هنا ما نقدروش لان الدومين واسع بزاف. شنو كنديروا؟ كنقلبوا على لوا ديكسكلوزيون، تو سكي اكسكلو اي موان كو سكي ابارتيان، دي واحد لا لوا في لا تيوري دي زونسومبل، ملي كتبغي تجرد حالات كثيره ما تقدرش، ايوا كتجرد الحالات اللي هي كتستثني من هذاك لونسومبل، كتقول هاد الحالات اللي عندها هاد المعايير يكونوا غالبا 10 ولا 8 ولا 7، كتقول هاد 7 ولا 8 لا ينتمون الى. اما لا جي تقلب واحد المجموعه فيها مليار وتحصيها، واش واحد ينتمي الى زيد جوج وبقى غادي حتى نوصل المليار؟ ما نقدرش لان لونسومبل كبير. ففي لا تيوري دي زونسومبل كنخدموا بلا لوا دي زيكسكلوزيون، ها هو عطانا في المقاليد سكي اكسكلو، قالوا لنا هاد العشره هادو جعلوهم مرجعيتكم دونهم ليكسكلوزيون، من غير هاد العشره هادو تو تي تي اكسكلور. فالعنف الرمزي ملي كنشوفوا هذاك المشطه اللي كانوا داروا كيديروا الشباب في ظهيره شرميل هذا بعدا، هادو وضعوا واحد الرمز اللي عنده دلاله باش يحركوا المعنى اللي كيتعلق واحد الاشهار في الشوارع، ملي كيدوز التلفازه، ملي كتسمع واحد النوع من الافلام ولا من نوع شي كذا
وما تتحرك حتى شي جهه معنيه بالاتصال ولا معنيه بلا انه يتنتج مثلا مسلسل ولا يتنتج واحد البرنامج اللي غيشوفوه العائلات والشباب والمنتج مغربي ويعطي الممثله واحد المشطه ويعطي لها واحد لاكوب دو شوفو ديال تشربيل حتى واحد ما تكلم علاش لان المنتج من اصحاب ملاير ولكن من اللي دارها ولد الحي المحمدي وداروها ولاد الفقراء وداروها الدراوش الاحياء الشعبيه اصبحت ضجه واللي بغى نعطيه المثال نجبدوا ليها هو داز دوزان نجبد لك مسلسل ونوريك ها هي شابه دايره لاكوب ديال تشرميل شفتوها مده شهر ومده شهرين انتم كتفرجوا فيها وكلشي كيسكسك وكيضحك عجبا لان العنوان جايكم من صحاب الفلوس ولقيت اللي خرجوا شباب في الشوارع اللي مقهورين ما عندوش فين يلعب الكره ما عندوش فين يدرب اللي دار لعماره شد على عماره شد على عماره شد على عماره ما كاين موضع فين تلعب الكره ما كاين موضع فين تنفس ما كاين قانون يطبق على اصحاب العمارات ما كاين شي واحد يردع اصحاب الجماعات هادو كلهم عنف 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 وغنمشي ونزلوا بالقوة ديال الأمن ونزلوا بالقوة ديال الشرطة ونزلوا بالقوة ديال الإعلام على من؟ على واحد ثلاثة المساكن ديال الضعاف مع الدوتا الفورما عارقي وكين ومشى داير هذاك البيروش هذيك لاكوب بيروش ونسميوها عنف فإذا هنا شنو كنديروا حنا؟ شنو كنديروا؟ كنديروا تخربيق لأن المثقف الحمد لله ملي حنا يعطينا الله سبحانه وتعالى شوية الفهم عطانا ربي شوية الفهم باش ما نتبعوش صحاب التخربيق في التخربيق ديالهم فهادو بحال الماء اللي كينزل على من الجبل الماء اللي كينزل من الجبل ما كينزلش على واد واحد كينزل سواقي فرق. سواقي صغار ساقيه 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 ولكن ملي كيوصلوا الوادي لتحت ويتلاقاو 10 سواقي و15 ساقيه و20 ساقيه شنو كتولي؟ كتولي الحمله والحمله تتولي سايقه كلشي فاحنا دورنا خصنا نقولوا للعائله المغربيه انه صبحوا واحد التيارات فيها العنف متعدده اشكال مختلف ان ولادنا مثلا نشوفوهم تيلعبوا في الانترنت غير الفرادة المدافع قتل ما تقتل شنو كدير داعش ومن واللي بحالها كيصوروا بالفيديو وبتقنيات عاليه في الصوره وبليزيفي سبيسيو كانها لعبه الكترونيه بحالها بحال اخرى فالطفل والشاب ملي كيشوف واحد الكليب داعش ما كيشوفش ان الناس من جهه اخرى كيموتوا وكيتعدوا كيشوف ان تما كاين مغامره وتشويق واثاره خصو يمشي يعيشها شنو اللي وصل علاش المقاليد لان الفيغوياج خصو يدار شنو اللي وصل انه ملي كنكونوا ندخلوا البيت ديالنا وما نديروش واحد نص ساعه ديال السكينه دخل المراه والراجل للدار يجلسوا باقي الله حاميا من التعب ديال اليوم وتيبداو في الحسابات ديال البيت واش خلصتي الضو واش خلصتي الماء واش كذا واش كذا وتنذاكروا والتلفازه شاعله والتلفازه مش شاعله بشويه شاعله بالجهد وتنذاكروا وواحد الولد فينا ولا واحد البنت عندنا في الدار صغيور مشعل البيسي ودير تا هو واحد الصوت مجهد هذاك الضجيج ماشي عنف ضد الرقه ديال الاذن وديال السماع فملي الانسان ولا فقط مركز ان شاء الله طوال السنه غادي نرجعوا ونبداو نفصلوا هذه البنيات المتعدده ملي كنركزوا فقط على العنف الجسدي وتتضرب الرقه لانه ورد غنر العبقري الامريكي في ليزانتيليجونس ملتيب فين عطانا الخاصيه انها راه كتبدا الانتيليجونس ايموسيونيل هي الاولى وتتبعها الموزيكال هاد علاش ليموسيونيل كتبعها الموزيكال لان الام باش كتنعس ولدها كتغني ليه عمرك شتي شي ام كتخلع ولدها باش تنعسو كتانيني يا مومو كتبقى هذيك الدبدبات الصوتيه تحت واحد المقام كتعطي جمله الاذن اللي خلق الله سبحانه وتعالى عندها كاباسيتي ديال ديفيزيون اوكليديان كتعرف هي ديفيزيون اوكليديان لوغي ديالنا الي جوست الطفل كيهز الودن ديالو هكا كيهز السمع ديالو فباقي عنده شهر شهرين ولانتيليجونس ميوزيكال كتجي كتغطي لانتيليجونس ايموسيونيل قبل ما يبدا يهضر كيبدا يجغون
هو الرضيع عنده 3 شهور كيهضر، باش كيهضر ما كيهضرش في كلمات، فملي ما نسمعوش هذاك ملي ما نسمعوش اش كيدير فملي ما نعرفوش بان راه جمله. بارح مسكين الاستاذ وائل الكفوري بغى يتكلم على واحد المغنيه كانت كتغني وغيقول ليها كناري، هو مع واقيلا ما قاريش بزاف، هو يقول لها كنار. الاخرى تبارك الله هذيك الاماراتيه اللي كترجم بلا ما تعرف ترجمه، قلت لهم كما يقولون وحش على المسرح، وهذيك راه جمله فرنسيه، غا حيت واحد سبونسور منتج ديال الموسيقى فرنسيه صافيها هما دوزوها. فقاعده باش الشباب غيسحب وحش على المسرح راها عربيه، لا ولدي بيت دو سان جايه من الثقافه الفرنسيه، ترجموها وحش حشومه. فهو بغى يقول كناري كيقول لها كنار، هي كترجم وحش وما عرفاش راه ترجمه، والشباب العربي كيسمع وكيظن هذوك هي المرجعيه، لان هما دابا محطوطين في الجيري، كيظنوا هذوك هما المرجعيه في الثقافه وفي الموسيقى. لا وليداتي هذوك ماشي مرجعيه، هذوك سو سون دي ماركيتور كيديروا الماركتينغ، لان كيلبسوهم لباس خصهم يوريوه، كيديروا مجوهرات خصهم يوريوهم. فدابا هذا ماشي عنف، هذا على الذكاء العربي، ملي تقول واحد الشابه كانت عندها صوت طاروب تقول عليها كنار، كنار راه هو هذاك ولد البطه، اما الكناري هو عصفور اصلا من فنزويلا وعنده مقامات، الكناري عنده مقامات. مسكين وائل الكفوري الله يعلم واقيلا خصو يعاود يقرا شويه ولا ما عرفتش. فدابا حنا ملي كنبقاو نشوفوا هاد الانواع ديال العنف من هنا ومن هنا ومن هنا وما تنديروش ليها المقاليد، المقاليد شنو هي؟ هي هذيك القنبه اللي شاده الخيمه وربطها مع الوتد وشدها في الارض. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج مع المحلل، غادي نمشيو مباشره لاستقبال المكالمات الهاتفيه اذا سمحت بروفيسور. قبل ما ناخذوا المكالمات الهاتفيه واكيد لانه غادي نركزوا على الانواع ديال العنف ولا العنف يعني في حلقاتنا المقبله ان شاء الله، دائما بروفيسور كنركزوا في المجتمع ديالنا على العنف الجسدي والعنف المعنوي، كنعطيو واحد الاهميه يعني كبيره، واش ما كاينش واحد العنف اخر مثلا اللي ممكن انه يكون ثقل واخطر وما تنردوش ليه البال؟ مثلا رائج في العالم العربي ذو البلاده الكبيره والهمجيه الكبيره الا في بعض الاستثناءات الحمد لله منها المغرب، ولا ما ردش المغرب البال نسال الله السلامه، ريح الجاهليه والبلاده راه كتحوم وكتدور، انه معتاد في العالم العربي البليد انه الشرطه ما كتتحرك كيكون الدم. واش سال الدم؟ واش كاين الدم؟ هو عنف ثقافي. عنف ثقافي اخر وهو اخطر، لان الثقافي هو بحال دستور للعنف الجسدي والعنف المعنوي، هو بحال دستور، هو كي يعطي البنود باش يمكن الانسان يمارس. مثلا عنف ثقافي خطير صبح في العالم الاسلامي العربي، هو تلخصات المراه كلها في النقاب والحجاب. المرأة المسلمة تلخصات نبطروا لها العقل حسن صافي، ملي صبح الإسلام كله في اللباس، كله الإسلام ولا ريزومي كله في اللباس، فالمرأة المسلمة هي الملتمة المحجبة والمنقبة وكذا، والرجل المسلم هو اللي عنده اللحية وداير هذاك اللباس هو اللي كيشبه اللباس الأفغاني. ملي صبح الإسلام كله عباد الله، ملي كتشوفوا هذه الجماعات الإرهابية دايره في الرايه ديالها رايه اللون سود اسود ومكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، وهذاك الامضاء ديال سيدنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك هي السنياتير ديالو. هل يعقل ان هادوك الناس اتباع سيدنا محمد جعلوا العالم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاضي، ماشي قاضي واقيلا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي قاضي، وهذوك الناس كيديروا محاكمه لشي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان قاضي، كان كيحكم بالحق، كيقول هذا وتيفسر لهذا ويعطي لهذا ويعطي حق الدفاع ويعطي حق الرفض، كل شيء كان قاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان عالم، جميع الصفات اللي موجوده في المجتمع الاسلامي
جا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم ديالو باش انت تجي تقصي جميع الصفات اللي عند سيدنا رسول الله كل تحيده وجيت توقف حدا صفه وحده وتردها هي المهمه هي صفات الجهاد. اذا هادو هو عنف ثقافي قدو قداش. العالم الاسلامي استنكر هاد الناس ياخذوا اللواء اللي فيه لا اله الا الله محمد رسول الله بالامضاء سيدنا رسول الله استنكر شي واحد. فملي كان العنف الثقافي كنعتبروه ما ماشي مشكل لانه ما كيسيلش الدم بانه هو واش كيدير كيعطي الارضيه. ملي كتبغي تعرف شي واحد واش عنده جهاز المناعه قوي ولا ضعيف شوف تعامل الجسد ديالو مع الطفيليات مع الميكوز. لقيتي شي واحد تيكثروا فيه الميكوز عرف يا اما عنده ان بروبليم او نيفو دي سيستم اميونيتير يا اما عنده ديفيسيون. من الجلد كيبان لك تبان البشره ديال واحد لامعه وقويه وما ما فيهاش الميكوز مولو عرف بان ديك الساعه في هذيك اللحظه عرف راه العلامه بانه صحيح يبان لك واحد عنده الجلد. فالعنف الثقافي هو الاستاد ميكوزيك. فملي يبغي الانسان في المجتمع نعرف واش فيه العنف الجسدي واش فيه العنف المعنوي كنشوفوا العنف الثقافي. علاش في اوروبا وفي امريكا وضعين قوانين خطيره للتعامل مع السن الاطفال برنامج فيه عنف يسيل الدم ويشوفوا طفل يعلقوا مولاه خاصه في امريكا خاصك دير موان 16 دير موان 18. ف المجتمع اللي تيمشي يدير قفل في العنف الثقافي تيعرف ليه بحال دابا ناس بغاو يجعلوا الهويه المغربيه في جلابه وطربوش احمر صافي غتلبس جلابه وطربوش احمر راك مغربي. الهويه المغربيه كتلخص في جلابه وطربوش احمر ولا عند المراه في القفطه هذه الهويه المغربيه. فملي كنشتي ملي كنجيو نبخسوا ونحقروا ونقصوا من محتوياتك عظيمه وهائله شوفوا غير حاجه وكنجيو نخليو غير واحد لابسورد فيها شي حاجه اللي تافهه ونجيو نعظموها نعطيوها قيمه هذاك راه عنف ثقافي. هذاك هو الباب المفتوح باش كينزل المعنوي اللفظي وتيمشي الجسدي. الا بغينا نحيدوا الجسدي ودرنا غير مساطر قانونيه ما ضربتي المراه غتمشي للحبس ولا درتي كذا اش كيولي؟ كنولي الواحد شاد يده ولكن تيخدم باللفظي وتيخدم بالعاطفي وتيخدم بالثقافي وتيخدم بالرمزي وهذوك تيقتلوا حتى هما اخطر واكثر. اذا غادي ناخذوا المكالمات الهاتفيه وغادي معنا اول مكالمه فاطمه الزهراء من بنقرير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه الزهراء. تبارك الله عليكم على المجمع ديالكم وعلى اللسان وعلى الدكتور ديالنا عشي راه نورتينا دكتور الله يلا نورتي لنا حياتنا ونورتي لنا طريقنا وصححتي لنا اخطائنا اللي كنا بزاف كنا غالطين بزاف صححتي لنا دكتور الله ما انا الا قراب بالقام انا قراب المغاربه كنقرب لهم بعض المعلومات كنمشي بحال واحد النحيل ندور في الكتب وندور عند الحكماء والعلماء والعالمات والله مدرسه استاذه ما علمتنا والو بالمقارنه مع اللي تعلمنا منك لا اله الا الله بارك الله فيك اختي فاطمه الزهراء بارك الله فيك الله يخطيك دكتور الله يخطيك تبارك الله على الاذاعه ديالنا بارك الله فيك شكرا تفضل قلت لك دكتور انا عندي واحد المشكل بسيط عندي واحد الوليد عنده 7 سنين ولكن دكتور راه بحال كيجيني بهذا المعنى انه جبان علاش؟ ما تيدير اوكين رياكسيون مع الوليدات يعني الوليدات صغار كنشوفهم تيضربوه وتعرف الوليدات عنفة تيشوفوا شي واحد يعني خواف كيبقاو يحقروه ديما مضروب ما تيغياجيش كاع يعني كنشوفوا حتى في اللعب مع خوه صغر منه عنده طخواته كيبدا يقول له هانا ضربني يعني ما عرفتش انا كيفاش نتعامل معاه حيت صافي وليت كنتعصب وكنبقى نضربو كنضربو بقوه داك السقف اللي كنشوفوه هكاك يعني وليدات صغار معاه في المدرسه دابا هو في السي بي وليدات صغار كيكونوا في هذا ولدك البكر لا؟ هذا ولدي البكر ملي تزاد كان عنده عام كيفاش كنتي معاه في اللباس ديالو في عام ونص في عامين خصك تعلميه يجلس خصك تعلميه يبرك خصك تعلميه ما يوسخش حوايجو كيفاش كنتي معاه في هذه المسائل؟ هو صراحة الله كنت معاه عنيفة دكتور من كرش كنت معصبة ويعني ولدت مازال صغيرة ما عنديش العقل وكنت عندنا واحد الجملة في البرنامج عمرك سمعتيها؟ هي غتقولها لك سناء كيتفص تيتفص ولدك تفص تفص شنو كتعني تفص؟ طفى هو شنو خصو يدير خصو ينفجر
اكيد نحس عنده واحد القوه الداخل كبيره، ولكن واش عنده واحد الخوف دافين ولا ما عرفتش. دابا 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 شتي عفاختي شنو هي التربيه؟ التربيه هي تنوضع غير واحد الموضع فيه فيه علامه ما يوصلش ليها الدري. ايوا كنجي كنرشم البلاصه اللي ما بغيتش يوصل ليها، اما راه عنده البلاصه اللي وصل ليها. الا ما خليتش الدري انا يحبو ويطيح المواعن ويفركل الوقيته اللي كيعصبني غادي نجي نقول ليه حيد من هنا، ماشي غنمشي نشدو نسمرو في الحيط ولا نربطو، لا خصني نجي ندير ليه علامه ما تقربش البريس ديال الضو، ندير ليه علامه ما تقربش لبلاصه البوطه، ندير ليه علامه ما تقربش لبلاصه السخون. شتي هادو هما المقاليد. كنجي كنقفل شي بلايص وكنقول ليه وهاد البلاصه هادي هاد المساحه هادي ديالك. شتي هما خصهم يكون عنده بلاصه ديالو، عنده وقته في يدير الضجيج، وعنده حتى قابليه يدير الخطا. الخطا ما خصوش يكون حرام. دابا حنا الا غلطوا ولادنا هو الطفل تيتفزع، ودابا حنا نكونوا كنتغداو حتى كتسمع بنتك تبرع بالعاق طيحت لك سرساتو، كنقولوا صافي حبيبتي السلامه السلامه ماشي عيب ماشي عيب. تخيل نوضوا نغوتوا ونضربوا، هي ماشي كتألم على الكاس، كتأنب ضميرها بشكل مطلق بأنه ما خصهاش تغلط. فملي كتمشي بهذا العنف الثقافي ممنوع، هو راه تأويل ما تقالش ليها، ولكن ما تقالش ليها العكس، حيت لما قلتوش العكس غادي يبقى ما هو استنباطي هو الأصل في التفسير، حيت راه الأطفال عندهم قوة الاستنباط. فكتظن هي أن الخطأ ممنوع في العائلة ديالها. ملي كتمشي للمدرسة وكتكون حاسة بأن الجواب اللي عندها ما هوش جواب صحيح، ماشي كتهز صبعها وتقول جواب الخطأ باش تاخذ صحيح، كتبقى تأنب ضميرها وتسد فمها. ديك الساعة كيتربى فيها المونك ديستيم دو سوا اللي غيربي لينا عقدة كومبلكسيتي دافيريوريتي، اللي غيعطينا سوا لو سيستيم باسيف وغيتفص، سوا لو سيستيم اكتيف وغادي يولي فيها العنف وتبقى تقمش ودير. فهنا ملي كنجيو نبغيو نصلحوا هاد هاد الشيء اللي وصفت في هاد الطفلة، شنو تنديروا؟ كنضربوها. تخيل اش درنا؟ زدنا وطقنا ووطدنا البنيه اللي عندها الداخل بان هذيك الحاجه ما خصهاش الدار حرام، ملي زدنا ضربنا فوق منها. شنو خصنا نديروا؟ خصنا نتم مراجعين الماتش ساريرها كبار اور دي كرواسون، راجعين راجعين حتى نوصلوا للبلاصه اللي بدات منها الانطلاقه. منين بدات؟ من الوقيته اللي في الدار كان ممنوع عليها تغلط وممنوع عليها توسخ حوايجها. عندي واحد الفتاه مهندسه كتشتغل في مقاولات كبرى، وملي تيعطيوها ميسيون ما كتقدرش تكلف بالميسيون، ما حدها نائبه ديال شي واحد من وراه كدير كل شيء مخير، ياخذ هو البريم وياخذ هو المناصب وياخذ كل شيء. هي ما جات لعندي تتبكي قالت لي حياتي ضاعت استاذ، قالت لي عندي 34 سنه باقا دائما. ملي بديت نقلب لقيت في في عمر عامين كتاكل العصا الا ما عرفاش تقاد الفرشيطه والموس، لان عائلتها عائله سوا ديزون كذا، و سي امبورطون تشد البنت مزيان الفرشيطه والموس في عامين. عامين شتي هي تقهرات في عامين، ثلاث سنين تكلات العصا، اربع سنين كذا، صاي 35 عام وباقا ما قدرتش تخرج منها. غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. خالد من تمارا، الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي خالد. لاباس؟ مرحبا سيدي خالد لاباس. زارتنا البراكة نسمعوا صوت أستاذ. مرحبا سيدي خالد. هادي وهنا كنبغي نتصل وكيتقطع عليا. ها هو جابها ربي اليوم. بارك الله فيك، الله يعطيك مع هاد الشتاء المباركة المسعودة في المغرب. مرحبا. علينا وعليك أسيدي، علينا وعليك. مرحبا سيدي خالد. تفضل أستاذ. عندي واحد المشكلة، أنا كنقول راه مشكلة ولكن أنت غتعطيني الحل. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. خفتي لأن خصي قرار فيها ونصدق نادم. لا إله إلا الله. ما خاب من استشار وما ندم من استخار. الله يجيبنا الصواب اخويا ووفقنا الله. تفضل خويا. استاذ عندي انا زوج عيال. شحال في عمرك سيدي خالد؟ عندي انا قول 45 عام. ولاني كل وحده ولد معاها بنت. المراه الاولى مطلقها. كتسمعني استاذ؟ كنسمعك خويا كنسمعك. المراه الاولى مطلقها والمراه الثانيه هي اللي معايا. عندي البنت الاولى عندها شي 14 عام. والبنت الثانيه عندها 11 عام. دابا عندي المشكله في المراه الاولى، المراه الثانيه، المشكله المراه الاولى ما عنديش معاها مشكل. المراه الثانيه كتقول لي بنتك ما تجيش عندي وما تمشيش معايا وما تجيش عندي.
رغم ذلك هي راه عارفه بانني راه النهار اللي خديتها بانني راه عندي بنت وكتشوفها وكنسجل الدار وكلشي. دابا كبرت لات تقول لي نجيب البنت تعيد معايا، لا نسافروا لا. حرت انا ما عرفت نعطي راسي هنا ولا نعطي راسي لهكذا، وكنضطر نكذب على بنتي الكبيره نقول لها حكا راه ما غنسافروش هي وهذه لا مره ما غنمشيوش هنا ماشي، وكنراضي الاخرين وكنصدق هذه وانا ما سيدي خليل. سيدي خليل انا في كلامك فهمت واحد الامر وبغيت نستفسرك عليه. انك قلتي المره الاولى مطلق منها، مطلقه معك ياك؟ نعم. المره الاولى انت مطلقها؟ مطلقها على رضا بخير وعلى ما عنديش معاه مشكل. لا لا عيب، لا تخليني مطلقها يعني، يعني ماشي مرتك. لا ماشي مرتك، ولكن في الكلام ديالك راه كتبين بانها مرتك وعندك جوج عيالات. لا هنا باش كنشرح لك انا ماشي كنقول. سيدي خالي. نعم سيدي. دابا الشرح ديالك باش وصلتي لي المعلومه راه عبر لي انا على حقيقه عندك انت. حالات بانك مازال باغي الاولى ومازال شاد فيها ومازال عينك عليها. لا 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 استاذ ما كاينش. حيت مادام انني انا فهمت هذا المعنى هذا ياك، انا فهمته كتظن مرتك. دابا نديرو انا فهمه غلط، ما كنقولش انا فهمته. لا لا انا دابا فهمته من التعبير ديالك، انا ما عارفش حقيقتك، ما كنشوفش انا فيك تمشي. يمكن انا ما عرفتش نوصل لك الطريقه. ودابا اجتهاد هذه يمكن ما عرفتيش توصل لي انا. راه حتى هي بنفسها راه طاريه مع مرتك دابا اللي عندك. دابا عندي مشكله مع الدراري، انا ما عنديش مشكله مع المراه ولا حاجه. شوف دابا المراه الاولى الثانيه ما كتبغيش لي المراه الاولى. شتي المراه الثانيه ماشي غير عندك، في العالم كله المراه اللي كتدخل على مراه اخرى كتبقى مخلوعه، كتخاف كتخاف راجلها واحد النهار يمشي يرجع المرأة الأولى وتولي هي عندها الدريرة، كتخاف. فشنو كتقول؟ 11 عام أستاذ. ودابا واش دابا غادي تبدل لواحد؟ راهم نساء هما، عفوا خويا خالد، راه ماشي رجال بحالنا. إلا تعاملتي مع المرأة على أساس راجل ما غتبقاش لك مرأة، راهم نساء غادي نتعاملوا معاهم على البنية الرقيقة. علاش النبي صلى الله عليه وسلم كيوصي عليهم؟ واش خبارك راه النبي صلى الله عليه وسلم موصي على النساء؟ قال أوصيكم خيرا بذوي الضعف، النساء والأطفال. فين هما ضعفهم؟ ضعفهم تيخافوا أكثر منا، حنانات أكثر منا. على دابا المرأة سهل عليها تشد موس تذبح خروف، تقول لك ذبحوا أنت والله ما ناكلوا أنا كاع، وحنا كنتبتوا كبتنا وكنذبحوه. فدابا هنا شنو خصك دير أسي خالد؟ ما خصكش تجي طالب واحد الحق. دابا هذا راه حق عندك أنت، راه أنت مول البيت وحق وليدات كيجيو. دابا أنت كطالب بحق وهي عندها ضعف، بحال شي واحد شاد حربه قدام واحد عنده غير اللحم ديالو عريان مقابل مع الحديد، اش غيدير ورك؟ فهمتي يا سي خالد؟ نعم. واحد شاد حربه في يده في راسها السهم ديال الحديد وملاقيه واحد بلحمه، شكون اللي خصو يرجع اللور؟ مول اللحم ولا مول الحديد؟ مول الحديد. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. خاص مول الحديد حنا دابا صايي في الطوموبيل وقاطعين قدامنا الراجلين كنبداو نعايروا فيهم، حيد من تم يا ودي، راه حنا مول الحديد اللي خصنا نحبسوا، لان هو راه مول اللحم. هو راه مشي قصتو غنهرسوا ليه رجلو ونهرسوا ليه يدو. فهنا السي خالد خصك تبين في واحد الوقيته معينه بان راحه مرتك هذه هي اللي مهم، بان خاطرها هو اللي مهم. ما تطالبش بالحق لانه هو حق ديالك انت، مول الدار يجي عندك ضيفك ويجي صاحبك ويجي ولادك دارك، هذه هذا من باب الحق. ولكن من باب الرحمه ضعفها خصو يصبح هو الاول، والحق غير نتأنوا عليه. شنو غدير هي؟ غتكبر ليها الهمه ديالها بشويه بشويه، غادي يقول لها صحاباتها، وانت غدوي مع صحاباتها وغدوي مع اختها وغدوي مع امها. والحاجه هي درت لها خاطرها وشحال من مده. صحابات المدام ديالي؟ اييه. ما عندها لا صحابات لا والو. ما كاينش خواتاتها؟ لا كاين خواتاتي. وشوف دابا هما القطيعه، شتي القطيعه ديال العائله مقاطعه معاهم، ما كاين والو. دابا انا كنخسر فلوس وتحتي ما لاقيش راحتي. وشنو هو القرار اللي كنت باغي تشاور معايا فيه وقلت لي اختي تغلط؟ دابا عندي المشكله مع البنت، ما كتخليهاش تقول لي الا جات هي ما نمشيش انا، بغيتي تسافر بها هي ما نمشيش انا. شنو هي المشكل؟ صافي ما بغيتش البنت تجي عندي انا، هي المشكله هي ديال الدراري ما كتخليهمش يتلاقاو بيناتهم. البنت الصغيره كتبغي بنت اختها، والاخرى كتعيط لي بابا بغيت نجي عندك، نجي عند اختي. الاخرى كتسمعها كنقول لها نمشي نجيب البنت، كتقول لي لا هي اللي ما تجيش عندي. ما عندناش مشكلة هنا في العيالات، عندي المشكلة غير في الدراري مع المرات. وشنو هو القرار اللي كنتي باغي تاخذ وتتاوم؟ بعض الخطرات كيطلع لي الدم، كنقول شوف نوقف هذا الحد، إما هكذا إما كل واحد يشوف طريقه، إما زعما باغي يطلقها، باغي يطلقها.
بحال هكا كيختار لي انا. لا 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 سي خالد لا عفاك لا، لان هنا ما دايراش هي شي حاجه منكر ولا شي حاجه حرام، هنا هنا انعدام قدره، انعدام قدره ما قادراش. علم الله واش هي تحبات في دارهم اللي كانت صغيره، علم الله واش كان عندها حويجتها كيتحافظ عليهم، ولا كان اختها تحقر لها على حويجه. وحنا عارفين البيت المغربي اللي كيكون فيه الفقر، سمر درت هذه لبسها هذا، سروال هذه لبسوا هذا، ما يستأذن ما والو. فكيكبر الانسان ما عندوش الهويه ديال المكان ديالو ديال اللباس ديالو، ما عنده والو، ما عندوش ديك المطاسه، ما عندوش حاجه ديالو، هذاك ديالي سروالي ما عندوش، حط سروال لبس اخوه، حط قميجه لبس اخوه، حط سبرديله لبس اخوه، يعني كيكون كل شيء مشترك. فهنا ملي كيكبر الواحد فواحد البنيه ما عندوش المطاسه، ما تملكش شي حاجه، شي نهار اللي كيتملك شي حاجه ناري كيتملكها بالمطلق، كتولي ابسولي ديالي، داري، بيتي، حوايجي. دخلها تحل عالم ريو، تجي اختك مثلا تزور وتقول لها دخلي شوفي بيت نعاس خوك، فرحان زعما خوها يوريها بيت النعاس ديالو، واختك تحل ماريو ديال مرتك فرحانه، وشويه تشوف تكشيطه عجبتها وتحلها وتقول تبارك الله تكشيطه، وتعاود تطويها وتردها ناري، وتدخل الاخرى اللي ما عندهاش المطاسه وتفرج يطرالك. اذا هذا ضعف، العلاج ديالو شنو هو؟ المده، راه المده اللي كداوي 15 عام 20 عام 25 عام 30 عام، حتى واحد لقيتها كيدخل الضعف، يا يعني اما كيجي شي مرض وكيضعف الانسان، يا اما الشيخوخه كتضعف الانسان، وكتشوفو تيهدم صافي تيعيا. دابا نصيحتي السي خالد ما توصلش للطلاق، انت ديجا طلقتي النوبه الاولى، صدق مطلق الثانيه، وتولي هنا واحد معروفه عليه بحال واحد الصفه ديال المطلق، هنا ابتلاء ديال انه يتعلم يحني الراس لواحد البنيه قاهره. راه هذا هو من الرجال، الرجال راه ماشي ضروري نهرس كل شيء اللي ما عاجبنيش، راه الرجل واحد حاجه ما عاجباش ويقدر يهرسها. على سيدنا عمر ملي جا الرجل يشتكي اليه ظلم زوجته فيه، وجد سيدنا عمر كتخاصم عليه زوجته في البيت وكتلومه في البيت وهو يطأطئ الراس، محني الراس. هذاك الرجل قال وي وي خليفه المؤمنين وكذا وعمر وشو كيدير، حني راسو لمرتو. ملي سيدنا عمر حل الباب جاي خارج وشافو وعرفو سمع عيط عليه، قال لي شنو جابك؟ قال له ودي جيتك نشكي لك واحد الامر، قلت لك انت اكثر مني. وقال لي علاش اخو ما نحلش لها الراس وهي حاصناني ومحافظه ليا على وليداتي ومحافظه على بيتي وصابره معايا؟ لقيت لي شده هذاك الحال ما نصبرش، بل اصبر. فدابا شتي ثقافه الرجال، هو عنده القوه باش يهرس واحد الحاجه ويصبر. لماذا؟ لان هذاك الامر يخضعه وكيربي فيه الصبر، نصبر. اما البنيات ديالو ماشي عيب انه نهز بنتي من هاد المراه ونهز السياره ديالي ونمشي للسينما ونمشي لواحد البلاصه وندي بنتي الاخرى، وماشي عيب تجي ما تجيش يعني الزوجه ديالو، ماشي الزوجه ديالو ما بغاتش، ماشي مشكل. الوظيفه ديالو كاب يعني يقوم بها، وممكن يسافر ويشرح مثلا ويشرح لبنته، شوف حبيبه راه مرتي ماشي ما كتبغيكش، هي طبعها هكاك، وحنا غنصبروا ان شاء الله اللي جا ربي وقت اخر، وواحد النهار كتلقى هذيك السيده انت ما فرضتش عليها. اي ربما الناس علاش كنقول لكم جايين من جيل معطوبه الحباب، راه علم الله بظروفها شنو داز عليها وشنو شافت. الى واحد محروق في ظهره يقدر يركبك، وعلاش واحد محروق في قلبه بغيت يحبك؟ اللي محروق في الظهر ما تيركبش، واللي محروق في القلب ما كيعرفش يحب، كيبقى مسكين مره ويتشوى معاك ويتلوى معاك. انا عندي ناس كنعرفهم الى فرحوا هو ومرته ليلى كيندموا شهر، علاش؟ لان ما كتعرفش شنو هي الفرح. مسكين هكا كتبكي عندي فكره كتقول لي راه شنو هو الفرح ما كنعرفوش. قالت لي ملي راجلي يجيب لي الهديه ونخرجوا ونضحكوا، قالت لي كتجيني غريبه. قالت لي شتي الا فرحت كنتخلع. علاش كتخلع؟ لانها كتخاف ديك الفرحه غتزول. كتقول لي في دارهم اللي كيفرحوا كتقوم قيامه عليهم سيمانه وشهر. قالت لي حتى ولينا حاقدين نفرحوا. فدابا ولا في بيتها الزوجيه ملي تتفرح كتسحب غير تعاود نفس الشيء اللي عاشته في الدار. إذن بروفيسور غادي نواصلوا باقي المكالمات معنا. سعاد مقيمة بهولندا. ألو مرحبا.
اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليكم. انا وسي مامون الدريبي عندنا واحد لو بوين كومون هو حب الله والوطن والملك. مرحبا لالا. مرحبا. انا حبباتني اختي فيك. مرحبا. لما جيت عده مرات في المغرب وكتقول لي راه راجل واعر خصك تصمتي ليه. الوغ سميتو بقيت عندي مشاكل ولكن اللي بغيت نقول لك درت ثيرابي راسي وهي انني اربع ايام في الاسبوع عندي من 7 العشيه حتى 9 الليل كندير الاول كمان في راسي وكنتمشى بس بعد ما تعشيت حتى شي حاجه ما عندي حتى شي شغل من غير سي مامون. لا اله الا الله. او كنتمشى ساعه وكنرجع ساعه وكنتنطلق وانا كنتمشى كندير الرياضه ديالي وكنتنطلق. واش كنطيح الوزن ولا كنزيد الوزن؟ او ميمطا انا من مواليد 53 كنقيم في هولندا هذه من 24 افريل 1982. عندي ما شاء الله ولد كيحمق اللي متخلق عنده 31 عام كيصلي كيصوم مراته مسلمة ما شاء الله. كان عندي مشكل اللي تعلمت بزاف الحوايج من عندك اللي كنت اي حاجة وعلاش ما كتصورنيش وعلاش ما كتعيط ليش وعلاش زعما كطالبة حقوقي كنطلب الحقوق ديالي بان انا ام لان انا جيت من عائله ديال 9 ديال الدراري الكبيره تبارك الله في مواليد 51 والصغيره من مواليد 67 تبارك الله حنا 9 بينا عندنا واحد الحب عظيم لان هذا الحب عشته الوالد الله يرحمه كان لما كيدخل البيت قبله في الخروج وقبله كان واحد الحب واحد الانسان عظيم هو انسان وطني بلا ما نذكروا الاسماء ما تشي شي حاجه مي سميتو اللي تعلمت منك انفير مون فيس انني نعامله باحترام بلا ما نبقى نقجر عليه. لعبت دور الام والاب اللي هو كان كيعاني من هاد بزاف عاد واخيرا لما هاد الثيرابي درتها اللي عاونتني بزاف عاد وكنشكرك عليها. شكرا على واحد الشكر زعما يمكن كنت محتاجه بصوت اللي ينفعني لان تحرمت كبرت ولدي ملي كانت عنده 11 شهر والحمد لله حياتي بخير مخطط الوحدانية خدامة مازال الآن في التعليم مرأة ديال 61 عام اللي كنظن أنا من أكبر مرأة في المغرب هي اللي مازال كتشتغل لأن كلهم ما شاء الله اليوم عندهم ستريس. الله يعطيك الصحة. قول لي بحال اللي فهمت لالا سعاد بأنك واش مفارقة مع راجلك؟ انا مطلقه ملي كان ولدي عنده 11 شهر. هادشي اللي بان ليا بحال اللي لا وما كانش كيجي يزور حاولت درت مجهود درت واحد المجهود ما كيتصورش ان يعني ما نقولكش في الاذاعه كان واحد البرنامج عندنا كيديروه في واحد لو مارشي نواق عندنا فين في الجهه فين ساكنين مشيت قلت بان كنتكلم على الاب اللي ما سميتش لان ما قد على صداع ما سميت ولكن هضرت غير على اون جينيرال راه حشومه راه هاد ولادكم راه خصكم تقلبوا عليهم راه خصكم تسولوا عليهم ولا ودرت دائما مجهودي باش نقول لك بان ولدي كيتزوج كيدير العرس وكيخلص على باه البيت باش يجي للمغرب وكيجي للمغرب وما كيحضرش دارس ولده. لا حول ولا قوة الا بالله. ومع ذلك كيسامحوا ويتصل بيه وهو باقي جعفر باقي عاجبو راسو انا الاب انا
خصو يكون مرضي، خصو يكون فهمتي يعني مع الطفل الاب ما كاين يعني كانه كيف ما كتقول بانه هو انه ينجب اطفال، مع ان في الوقت اللي حبلت 3 شهور وانا معاه 3 شهور الاولى كيقول لي انت ما عمرك ما تولدي، لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفت عندك شي حاجه. باغا نقول لك الوقت اللي حبلت خرجت من عند الطبيب قلت له رانا حابله، كانت فينا واحد الفرحه ما تعرفش قال لي واحد الكلبه كتولد، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا من مواليد الدار البيضاء اللي كيحسب راسو بانه انسان متخلق و و و و وما عندهمش يا اخي رحمه على ولادهم نهائيا. قبل الرحمه كتسبق القدره. شتي الا كان الانسان عنده القدره كتركب الرحمه، والا ما كانش عنده القدره كان عنده الاضطراب والمرض، واخا كتكون الرحمه كطيح. شتي بحال هذيك السنه اللي ما مشدوداش في العظم في الفم، غير محطوطه غير بالكولا، مولاها كيضحك بها ولكن يقدر ياكل بها، يعطيه ياكل تفرجها ياكل غير لوحه مع العظومه، لان هذيك السنه غير ديال التجميل. فراه كذلك اشخاص ما عندهمش قدره، ناس لاله في العالم العربي وخاصه في المنطقه المغاربيه وفي المغرب، ناس يعانون من اضطرابات وامراض نفسيه منخورين منخور من الداخل، ولكن مادام ان الامراض النفسيه امراض غيبيه ما تظهرش، ما عندهاش اعراض في الجسد، مازال الامراض العقليه راه كتبان، تيبان لك الانسان يدو كترعاد الظاهر اللي تكلم عليه الظاهر الباطن. اما الامراض النفسيه راه تيبرك معك واحد لابس ومستابيليزي راسو، مستابيليزي لا لا لو كان تشوفوا ما شاء الله امبيلوم ايوا امبيلوم افيك اون بيل بوتيتر افيك اون بيل باثولوجي الله اعلم الله اعلم حتى واحد ما خاصو شويه ديال البزار لا حول شوف لاله مع الاسف زعما ما مالغري تو بعد ما تزوج ولدي عامين ونص وحاولت ولدي كيتقلق لان يحس نعوانه تحرم من الاب لاله سؤال لاله سؤال واحد النقطة كتغلطوا فيها العيالات بدون قصد. دابا انت هي امرأة ديال التعليم وامرأة ديال الثقافة وامرأة ديال التاريخ لأنك عشتي مع باك وخوتك وامك عندكم تاريخ في المحبة. ما شاء الله. فكاين عندكم حب التوجيه. كتبغي توجه لواحد، عندكم حب التوجيه. كتبغي. وملي كتبغي توجه واحد اللي عنده نفيستو. كتقول ليه فيه وانت هذه راه باغا تحكم فينا هذه ما هضرتش عليها ولقيتيها كضحك لا راك مع الدريب يا مدامي واش حنا حالين هذه الرحمه هكاك ولا كيف ما شاء الله عليك فلقيتها اللي كتفسر التوجيه على اساس هيمنه كيبدا الاخر يعاكسك ويعرضك ويبدا الاخر شد لي يقطع لك ويبدا الاخر يهاجم عليك وهو مسكينه راه منطلق حسن النيه لهذا الشريفه عندي انا واحد العنوان كنقولوا للحباب تنقول لهم النصيحه تطلب باش ما نطيحش انا في التاويلات ديال نفيس هذا الاخر وما نطيحش في الهجمات العشوائيه والهمجيه ديال نفيس الاخر كنحبس انا عليا هادشي كله في الاول ولكن انتم النساء عطوفات كتمشي مسكينه بالعطفه كتعتبر تعتبر زوجة انا من العطفه انايا انا ما عشتوش لان عشتو في طفولتي عدي ديك الصوره ديال الاب ديالي اللي كي ماما حامله وقابلتها في كرشها كنشوف با كيخرج مع ماما وبا مع انه بيضاوي ماشي فاسي هما البيضاوي بيضاوي شوف لا كيقول هو زوجته فاسيه وهو بيضاوي كتلقاه دائما قابط فيها كيقولوا بان راه هذاك فاسي عليها ديما قابط مراته ثقافة الرقة ثقافة المسلمين ما هياش ثقافة نحاصر على فاس ولا على طنجة ولا على أكادير ثقافة المسلمين ثقافة الرأفة ثقافة الرحمة فهنا خص الإنسان نصيحتي لك لاله سعاد أنت في واحد الوقيتة من حياتها اللي باقي عندها الماضي قريب بزاف الماضي حاضر بزاف وهنا
غادي تطيح في لا تيوري دي كيك ديال اينشتاين لي 3 بريزونس الحضرات الثلاث لا بريزونس دو باسي في لو بريزون لا بريزونس دو فيتور في لو بريزون اي لا ديناميك دو بريزون في لو بريزون هاد لي 3 بريزونس اللي ما تديهمش اتهال البال دار ليهم ما دارش لهم الميزان واحد فيهم يغلب عليك والخطير بزاف هو لو باسي الماضي خصنا الالتفات اليه خصنا نتلفتو علاش الله تيقول لنا صله الرحيم صله ماشي الاستقرار لان ارسلنا الرياح لواقح الرجال والنساء راه زريعه كتهزهم ريح القدره وتديهم من بلاد لبلاد ومن منطقه لمنطقه ومن دار لدار الا بقيتي انت في استقرار رحيم بغيت تبقى حدا امك وهو كيقول لك ارسلنا الرياح لواقح الريح طوعك حتى امك نوض حيد حسن وصل الرحيم تكون فعال تخلق تجاره وتخلق مناصب شغل لولاد المسلمين وكتزور امك في الهاتف وتزورها في الرساله ولكن مع اللي فيها مصيفط لها الفلوس ومعتني بها ماشي بحال واحد حداها يعمر لها المقراج يتسخر لها يدعي معايا الحاجه وفي العشيه وهم يصيفطوا لك خوتي شي فلوس يا شكون اللي احسن دابا شكون اللي احسن هذا هو اللي تيقول كل على مولاه قلت تقول فيه الله سبحانه وتعالى كل على مولاه صيفطيه ما يقضي خليتيه ما يقضي فاحنا عندنا منظور اخر في 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 في, في العشره فنصيحتي لسعاد خاص ترد البال للحضرات الثلاث حضره الماضي راه حاضره بزاف عندها في الحاضر دابا بروفيسور هي اكثر من 20 سنه يعني مطلق يعني ولكن كتتكلم بواحد الحرقه يعني ماشي مثلا لانه حنت بيناتهم واحد الولد وكتشوف هذاك هو الحاضر يعني دائما كيكونوا لا نوسيون دانجستيس صيغه المظلوم الا مشيتي وضعتي للشخص وضع نفسه في هذا الموقف هذا انه يعتبر مظلوم سوف يطالب بحقه وطلب بالحق بعد النوبات كيحرق لك حياتك يخرج على حياه الواحد حق نعطيك مثال عائله الاب ديالها تظلم كان خدام في اداره دار كبيرة ومسؤول غلط في حقه وجري عليه طرد تعسفي في وقت كان المغرب الله يجزيهم ويجيكم ضرباته واحد شويه ديال الظلمات سنوات الظلمات اللي كانت في المغرب هذا الاب هذا خضع على عاتقه انه يطالب حقه فمشى للمحاكم بجميع انواعها وخد المحامون بجميع صفاتهم ولقيت اللي كيطالب حقه ولادو تيكبروا ما شافهمش كيكبروا حتى لقى واحد النهار كاع ولادو كبروا وتزوجوا ما شافهمش فاكثر من 20 عام هو تيطالب بالحق لقيت اللي التفت لقى واحد الولد مزوج واحد السيده في خارج ما بقاش باغي يجي المغرب لقى واحد البنت مزوجه اجنبي ما بغاش تجي المغرب ما لقاش ولادو ما عندوش ولاد والغريب في الامر ان حتى واحد ولادو ما بغي ولد كلهم قرروا ما يولدوش يعني قطع دابر قطع دابر القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى تيقول لك قطع دابر يعني ما كاينش السلاله فهاد الاب هذا جا عندي وتيبكي تيقول لي فاش غلطت قلت لي غلطتي انك مشيتي وهبتي حياتك كلها طالب بحقك حيت مظلوم وهو كان خاصك تصبر على صيغه المظلوم وتمشي تحقق حياتك في قد اخر لانها ضيعتي زريعتك عطيتها بالظهر شتي هاد البلاصه هادي اللي مشات توقف فيها الواحد ديال قال انا مظلوم هذيك راه خطيره لهذا حنايا في الاسلام قلنا لنا الله مقام المجاهد والعديد من السفهاء تيفهموا المجاهد هو انك تقاتل راه المجاهد هو القائم والصابر هو القاعد فالمجاهد عندنا احنا في الفكر الاسلامي من الصيغه الربانيه الجلاله ديالو انك كتهجر الأرض الظالمة وكتهجر الناس الظالمة وكتهجر الحقبة الزمنية اللي انت كنتي فيها ظالم اللي كنتي فيها من أهل الضلالة اللي كنتي فيها من أهل الجاهلية وكتمشي تحقق انتصار في بلاصة أخرى ضد من؟ ضد الفقر فقرك انت الأول ما كنتوش على فقر الناس إلا فكيتي غراسك ما قال أحد الحد فقرك انت الأول كتفكر راسك منه جهلك انت الأول كتفكر راسك منه ظلمك انت الأول كتفكر راسك منه وإلا فكيتي غير هادشي فيك فأنت مجاهد أما لبقيتي صابر وكطالب حقك فهذاك المظلمة
كترصيك وكتعقدك بحال شي خروف وكتربطك، واحد النهار كتلقى كاع اللي حولك انطلقوا وانت بقيتي حاصل تما. شتي هاد الفضيله هادي انتبهوا ليها، الا كنتي غطالب حقك علاش هو كيتسمى المحامي يؤازر فلان في مؤازره؟ علاش كتسمى صيغه النيابيه؟ لان ان كان ينوب علي حمل حملي وذهبت لاحمل احمال اخرى. اما الا غينوب عليا وانا احمل، علاش غنعطيها النيابيه؟ علاش نعطيها للمحامي؟ شنو دابا هنا فين نعطي للمحامي؟ اش كيدير الانسان؟ كيعطي للمحامي وما تيقش فيه، كيولي فيه سوء الظن، كتركب فيه الباغانويا، فتيحرق نفسه وتيحرق اللي حوله. لهذا مقام انني نقول مظلوم عندنا حنا راه مقام خطير، خصني تنتبه منه الانسان. ما معنيتهاش ان الانسان يتنازل على حقه، لان كيقولوا المغاربه تموت على ارضك ولا على عرضك. ما كنقولش انايا ما نطالبش به، ولكن كنقول ما نحرقش زريعتي وصيغه المتعه وصيغه المحبه اللي حولي، وانا اطالب بالمظلمه حتى تزول عني. الا كنت غنطالب بها وانا حارق هذا الشيء فانا مظالم لنفسي، وخص الانسان ينتبه ما يكونش ظالم لنفسه. اذا نواصلوا باقي المكالمات. معنا عبد الله من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. عمي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك سيدي عبد الله، مرحبا. بارك الله فيك. واش نقول لك؟ هذا الجواب اللي جاوبتي السيده تقول كدوي عليا. لا اله الا الله. واخا غادي نكون خارج شويه على الموضوع. الله يجازيك خويا. اول حاجه بعدا احبكم في الله. احبك الله ورسوله خويا. وتبارك الله عليك، لا انت ولا لاله سناء ولا الطاقم ديال المدرسه كله. مرحبا بك. واش نقول لك؟ ما خلاو الناس ما قالوا فيك. انا اللي نقول لك، انا الله يعطيك ما نويتي في خاطرك. شكرا سيدي عبد الله. احنا وانتم وجميع الناس وجميع المسلمين خويا. الله يجازيك بخير استاذ. تفضل خويا تفضل. بغيت نطلب منك واحد المساعده، الا كان ممكن توجهني مثلا الا كان شي مكتب او شي جمعيه او شي مؤسسه بحال هكا كتعاون مثلا المقاولين اللي فشلوا في المقاولات ديالهم. بحال قلنا اعاده التاهيل والمساعده مثلا حتى الا كانت الديون، مثلا كيفاش نعاودوا الجدوله ديال الديون، فهمتي يا استاذ؟ راه هذا المشكل هذا مأرقني بزاف والله العظيم. ما نكذب عليك، الناس كانوا تيضحيوا بحولي في عيد الكبير، انا كنت غادي نضحي براسي. انا نقول لك ليكي لا حول والله العلي العظيم، والله اللي مطالع زعما. شوف سي عبد الله. نعم استاذ. نعم استاذ. الله يرضي عليك. عبد الله وفات عبد الله راه الصفه ماشي الاسم. ماشي مشكل. ماشي مشكل. هذا اسم جميل اختاريتيه. هو اللي عز علي هذا الاسم هذا. تنطلب من الله الا رزقني شي دري نسمي هذا الاسم. اخبارك بان في الولايات المتحده الامريكيه في وضع في اللجان ديال التوجيه الاقتصادي ناس اللي عاشوا تجارب وفشلوا في المقاوله. نعم. والدراسات العلميه في امريكا شنو جعلات تبين فشل المقاول في المقاوله؟ شنو بينات؟ نعم. بينات بانه ملي تيركز المقاول على النجاح تيفشل. نعم. وملي كيركز المقاول على العمليات تينجح، ولكن فوقاش كينجح؟ ملي تيكون تحت جناح مقاوله او مقاولات كتعطي عمليات. نعم. اما المقاول المغربي ملي كيدخل المقاوله تيركز على انه ينجح، ما تيركزش على ينجز العمليه، لان كيكون ديك الساعه باقي ما عندوش ما يدار. شنو من القطاع انت خدمتي فيه؟ شنو من دومين خدمتي؟ لا يلا بغيت نقاطعك استاذ، اسمح لي، ماشي باغي نقطع فيك الهضره. راه ماشي الانسان اللي سمعت صحابو شي مقاوله كبيره ولا دي هي ميكرو انتربريز ومالها حتى هي الانتربريز واخا المهم باش ما يمشيش انسان غلط. وما نكذبش عليك، دخلت ما دخلتش ليها بخاطري، داخل بلا خاطر. شنو السبب ديالي؟ الوالد ديالي رحمه الله عليه كان ديك الساعه مرض، جاو بزاف الامراض مره واحده، الفشل الكلوي، القلب، السكر زاد عليه، العينين مشاو ديك الساعه. انا دخلت خليت الدراسه ودخلت مباشره، ومع العلم انني ما كنتش حامل ندير شي حاجه سميتها المقاوله نهائيا. علاش ما كنتيش حامل ندير المقاوله؟ انا نقول لك استاذ، شي سميتو كاين كتشوف بزاف عندك من الناحيه ديال سميتو، من الناحيه ديال الخدامه كتقول بينك وبين الله لا ربما تكون مقصرتي من جهتهم. شوف من الناحيه ديال الدوين، حيت انا كنت نشوف الوالد ديالي الله يرحمه سميتو راه كان تيتحرق على قبل نهائيا. ولكن باش ما نكذبش عليك، كنقول ديك الساعه نقتل راسي كيما قتل هو راسه، ومشى باقي صغير شويه مقارنه مع الاقران ديالو الله يرحمه ويوسع عليه. تنقول انا ما باغيش هذا سميتو، والدومين اللي كان عزيز عليا بزاف كنت باغي ندخل في مجال الامن. الامن كان تيسطيني باغي ندخل على الامن. انا ما تقول لي اي حاجه ندخل الامن، الا ما يسرش الله ديك الساعه تنقول راه نقدر ندير هذه نقدر ندير ديك. ولا سي عبد الله راه كاين الامن كمؤسسه امنيه وطنيه. نعم. وكاين المقاولات الموازيه اللي كتشتغل هي في الامن.
متفق معك استاذ متفق. هو ما نكذبش عليك ملي دخلت ديك الساعه دابا راه هذه شي 7 سنين ملي دخلت ديك الساعه في بلاصه الوالده رحمه الله عليه راه دخلتي انت اصلا ما عرفتش يلا كتعرفها قريتك شناهي يلا كتعرفها لي فورنيسور فين كاينين دخلتي وعندك امراض مكلفه وسمح لي ما قطعتش الهضره استاذ الله يجازيك بخير سمح لي بزاف مرحبا ومع ديك الساعه راك عارف هذاك مرض الفشل الكلوي راه ما نكذبش عليك كاين الشهر اللي كيتقام عليك وحق الله العلي العظيم كاين الشهر اللي كيتقام عليك بكثر من 10000 درهم وانت في جيبك يلا 2000 درهم انا ديك الساعه الدار كلهم تنكذب عليهم تنقول لهم راه تقامت عليا القضيه ب 2000 2500 3000 باش تنقول باش الا كان شي حد يتحرك نتحرك انا وما يتحركوش هما ولكن وصلت فيا ولكن وصلت فيا دابا العظم ما بقيتش قادر نخبي دابا حتى واحد فيهم في الدار ما عارف شحال بالضبط كتسالني ما عارف حتى شي واحد الظروف اللي سميتو انا كنبين لهم وجه ولكن راه الوجه اللي سميت ولكن فوق طاقتي العبد ولا يولا شوف سي عبد عليك وصلت فيا انا غنردك الستوندار وغتاخذ الايميل ديالي نعم. وغادي نعطيك اتصال ديال واحد المكتب ديال واحد الخبراء هنا في الدار البيضاء اللي غادي يساعدوك وعندهم الحمد لله اتصالات طيبه مع جميع المؤسسات البنكيه ووقفت عليهم العديد مرات وساعدوا الناس يعني كيمشي معك للبنكه ويطلب اعاده الجدوله ويشوف لك الهيكله ديال المقاوله ويشوف لك التسيير ديالها ويساعدوك هانت غير نرجع ستوندار خلي لي خذ الايميل صيفط لي المعلومات وانا غنبعث لك العنوان ديالهم وغنوصيهم عليك ان شاء الله واخا تحياتنا لك عبد الله وغادي ناخذ رجاء مرحبا من مكناس الو 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 رجاء وي جو زيكوت اي مرحبا لاله كنسمع مرحبا لاله تفضل بارك الله فيك ديجا جو تيان بو ريميرسي بور سو بروغرام مرحبا لاله رجاء بارك الله فيك كنشكر الاستاذ بزاف ديجا جافي با لو كوراج دو فوز ابلي علاش C'est juste pour avoir, parce que tu connais des noms de l'adresse qui est le cabinet de la docteur, lequel manquait. J'ai pas mal de, je vais pas dire des problèmes qui me dégoûtent, comme le cholestérol, que je suis brassée bien, mais je suis brassée bien, 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 je suis Je suis licenciée. Licenciée Actuellement, je suis fonctionnaire. Licence en quelle matière, la licence Économie d'entreprise. Fais-je que tu as dit que tu as fait un peu de temps Pardon هاد الاختلاف اللي قلتي كتحسي براسك مختلفه على الناس بزاف ملي كنتعامل مع الناس كنحس براسي بانني ديما انا عندي ان كومبورتمون ديفيرون باغ اكزومبل واش انا كيجيب لي الله انا ديما كنحس براسي انا اللي مزيانه يعني الناس الاخرين اللي قدامي كيبانوا لي كلهم ما مزيانينش ولو بروبليم اللي عندي الصعوبه اللي عندي كثر هو انني ديجا في اي علاقه مع شي حد كنبدا بالنيجاتيف ما تنبداش بوزيتيف باغ اكزومبل بحال دابا دي كوليك دو ترافاي ما كنبداش معاهم بواحد العلاقه اللي هي ايجابيه ديما كنكون دايره بحال اللي خايفه منهم سو كي سي كنبقى بحال اللي كنبقى بوحديتي ديما في داك لو كادغ ديالي والله اون بليس دو سا اون بليس دو سا سا مو كري دي بروبليم لحقاش انا غيالمون ماشي ما مزياناش انا غيالمون انا كنحس براسي ما كنادي حتى شي حد وكلشي كيشوف فيا واحد النظره انني انا ما مزياناش لو كونتخيغ انا بصح كنحس براسي انا ما كنجبد حد ما كنادي حد وانا غير معقوله معاهم لا ما ديرونج اون بليس عندي دي بروبليم في ما رولاسيون افيك كيلكان دوطخ هذيك بغيت نجي عندك الكابين ديالك ان شاء الله ونهضروا فيها مي هذه النقطه الوحيده اللي مرضاني هي هذه هي ان اي واحد تيشوفني مختلفه اي واحد تيشوفني بانني صعيبه اي واحد تيشوفني بانني قبيحه وهذا الشيء ماشي غير مع لي كوليك حتى في لافامي ديالي تنبان لهم بانني مختلفه على كل شيء وهذا الشيء نقدر نكون ماشي انا السبب ديالو يقدر يكون المستوى العيش اللي كنا عايشين فيه قول لي يا لاله رجاء نعم ما هو الايحاء فاوحى الى قومه يعني اشار عطاه اشاره زيد من غير اشار يعني بحال كيوضح لك شي حوايج في راس تيوضح لك شي حوايج الايحاء بحال كيرمز لك لشي حاجه زيد واش عن طريق الفهم ولا عن طريق الاحساس عن طريق الاحساس يعني اوحى حساسه نعم اذا احس جاي فيها نقص فيها شي حروف يعني نعم. ملي اوحى جعلني احس بما يحس نعم ياك فدابا انا الى عندي في صدري غضب
وقيل عندك الراديو حداك عافاك الماء. لا لا طفيتو طفيتو. انا عندي في صدري غضب ولاني بارك بعقلي عندكم في الدار جالس في سداري ما كنهرس ما كنغوص ما كندقدق ياك. فالوقيته اللي غادي تجلس تقابل معايا انت تقول لي مرحبا استاذ ونبغي انا نبين لك بانه في حاله غضب غادي نحي لك بواحد الاحساس عندي غادي نحي وغتحسي بيا في حاله غضب. فالنفس ديالنا ملي كتكون في حاله اضطراب كتخدم لان الاخر عنده ان بريسم عنده واحد الزاجه هذيك الزاجه بحال ديال لوبتيسيان بوغ فراغمونتي لا لوميير بلانش. لوبتيسيان في الفيزيك ملي كونت يل فول فراغمونتي لا لوميير بلانش كيحطوا واحد البريسم واحد الطرف من الزاج معين وتيدوزوا الضوء البيض من هنا وتتشوف من جهه اخرى تيخرجوا الالوان يل فا فراغمونتي لا لوميير بلانش. حنا في الانفس ديالنا في نفسنا وضعنا الله نفس الخاصيه. فملي تيكون شي واحد حدانا حامل في نفسه احاسيس ديالو هو ما حنا ما معنيينش بها غير هو ديالو هو فيها الغضب فيها التوتر فيها الاضطراب فيها الاحباط عندنا حنا واحد البريزم كاين اللي عنده البريزم صافي وتيدوز وما تيضاربش كاين اللي عنده البريزم ديالو مشقق موسخ مدقدق. تخيل ملي تتحط بريسم موسخ ولا مدقدق قدام واحد اللي ما عطيكش لوميير بلونش عطيك لوميير غريز انا البريسم ديالي مع ديفورما غتخرج عندي عرفت شنو هنا ولا غيخرج عندي ليكزورسيست فغنتفزع نلومو هو ولا نلوم راسي ما غنلوموش هو على البريسم ديالو اللي مدقدق وعوج غادي نقول اش كاين باع مني. حيوانات بحال القط بحال سمك القرش هاد الحركات النفسيه الداخليه كيشوفوها هما تيار الكترومغنيتيك كيشوفوها وتهجموا على الشخص اللي عنده هاد الاضطراب. فحيوانات مفترسه كتهجم واشخاص كيأولوا على اساس هذا ما حاملهمش هو راه ماشي ما حاملهمش هو راه ولد فيهم انطباع ازعجهم اوحى اليهم فهذاك الايحاء تولد واحد الانطباع وفي هذاك الانطباع اضطربوا هما تبرزطوا لان ما عندوش القدره على الفهم النضول لوموا الناس على ضعفهم في تاويل بعض الظواهر ما عارفينش ليها. واحد بارك في واحد الدار باب كيتحل باب كيتسد شرجم كيتحل شرجم كيتسد وتعيا ما تقول لها الكوروندر لقيتها يقول لك جنون. تفضل البروفيسور نصيحتك لرجاء مكناس. خصها تستشر طبيب نفساني. هادو من الأعراض اللي كتبين حيت شنا هي سلامة البنية النفسية باش الإنسان يعرف راسو أنه عنده بنية نفسية سليمة أو فيها اضطراب أو مرض. جاك لاكون الفونداتور دو ليكول بسيكاناليتيك دو باري تيقول في واحد السيمينار ديالو celui qui arrive à faire taire les voix qui parlent en lui. الشخص اللي كيعرف يسكت الاصوات والضجيج اللي كتهزو الهيجان في نفسه من ناحيه العاطفه ومن ناحيه الاقوال حيت كاين اللي عنده خطابات كتخاطبه في نفسه الداخل وكاين اللي عنده حالات مزاجيه في الداخل جالس فرحان في عرس وغضبان طالع الدم وعلاش طالع الدم عرش شتي ملي لقى الانسان في نفسه وماشي في مره واحده ان الحالات تتكرر بزاف في الوقت حيت تقدر تجيك مره واحده غضبك واحد في العمل ولا شي واحد في الشارع عكسك ولا شي واحد وعدك بشي حاجه وما خديتيهاش او لا وقع لك احباط في شي حاجه هنا راه نفسك تدخل في حاله هيجان. هاد المرجعيه اللي كنقولوا حنا ما خدامش على هادي راه ملي كتكون في الزمن متكرره يعني الانسان لقى نفسه في طفولته كتجي هاد الحاله في شبابه كتجي هاد الحاله في مراهقته جاتو هاد الحاله بعد المراهقه جاتو هاد الحاله بعد 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 وكتبقى دائما مستمره غدا 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 كاينه غدا كاينه غدا كاينه هنا الشخص يمشي يستشر لان هنا بحال هذيك الحمى المتكرره
ما عندكش تعفن وما عندكش عضو مريض وكتجيك الحمى متكرره حمى ماشي عاديه. نمشي نشوف لربما كاين شي حاجه. مرحبا. غادي ناخذ خديجه معنا من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله خديجه. لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لاله خديجه. طيب الله سبحانه وتعالى هو اللي يخلصك على المجهود ديالك وهذا الخير اللي كدير في هذه الامه ان شاء الله. بارك الله فيك اختي حباكم الله ورسوله. مرحبا. الله يسالك بخير اختي. انا مزيان. الو خديجه. نعم اختي. ما كنت شويش في المكالمه كنسمعوكش مزيان. دابا؟ حاولي تفضلي. عندي 45 سنة ومزوجة تقريبا مدة هذه 27 سنة. والله يجزيك بخير. بغيت نتناقش معاك. عندي جوج مشاكل. تفضل اختي. الأول مع الزوج ديالي لحد الآن ما بغيتش تفهم لي كيفاش كيفكر. كان الحمد لله كان ميسور الحال وكان غادي بخير وكان عنده شي شركة مع أصحابه وصل لواحد الدرجة أنهم خصهم يتفرقوا. الزوج ديالي ما بغاش يتفرق. هذا الشيء ترتب لي أنه ولا كيعاني مشاكل نفسية بزاف عاد. وصحابه وصلوا لواحد الدرجة أنهم ضروري محتاج يرزقهم أنهم يبيعوا ويعيشوا به. هو ما بغاش. وهذا الظرف ديالو ولا عنده ضغط على حياته معنا حنا. ما بقاش عنده الخاطر لا معايا أنا لا مع أولاده لا مع والو. ولا باغي ينفرد بوحدو باغي يجلس بوحدو ما باغي يهضر مع حتى شي واحد. لحتى أنا خاص مع كل شيء. واللي استغربت لي انا حتى والدي ما والله جازي بخير واحد المراه طيبه حاولت معها تاع دوات معاه والو سبحان الله العظيم داك السيد اشنو كيقلب ما فهمتش. والمشكل ديال الثاني عندي مع ولدي الصغير كنت شحال هذه تقريبا شي عام دويت معك على قبله. عنده ما كيركزش في الدراسه ديالو وكان وقع لي مشكل وجيت عندك المكتب واختي توندي والحمد لله باقي ما وصلنيش اجل نجت على خاطرك ضروري بغيت نشوفك استاذ ان شاء الله. لا ان شاء الله نعطيك بعد رايي في هذا الامر هذا وبما ان شاء الله شنو الشيء الاخر. مرحبا لالا. الامور في العائله متصله بحال الماء واحد لاك ولا واحد المرجة واحد في الراس ديالها من الجهة الشمالية ديال البركة ديال المرجة تيكب الماء موسخ وحنا كنشربوا من الجهة الجنوبية في المرجة غيوصل لنا الوسخ ولا ما يوصلش؟ كيف الماء متصل البنية ديالو وكيوصل المادة كتوصل لجميع الناس كيف العائلة؟ هاد الشيء اللي صاب راجلها في البنيه ديالو في علاقته مع الشركه وتصرفه هذا في نفسه طرف منه في ولده وهذا الشيء اللي كهذا الاحباط وهذا المرض اللي كتوصف راجلها وهذا اللخبطه وهذا الشيء في العائله كتلوث البنيه العاطفيه وملي تتلوث البنيه العاطفيه يا اما عندكم اولاد قلبهم قاصح وجلدتهم غليظه وما يتاثروش وما يرحموكمش ما غيتاثروش تشوف ولدك تيقرا عادي ويفيق يفطر ويد الحوايجو ويخرج ويجي وانتوما في البيئه العائليه عندكم تغلغيله الروينه ولادكم ما مأطرينش فرحاتكم بهم غيطحنوكم نهار تقول ولدك كاز الماء يخليك كتحبوه توصل للروبين ويخرج هو لان عنده صحابه كيتسناوه والله ما يوصلك انا ابجعني قال لي مريض وقال لولده هكا السوار تجيب طوموبيل خرجني نمشي للبصره الفنيه قال لي هز الطوموبيل مشى عند صحابو خلاني في الدار مريض. فدابا ملي تيتاثر ولدكم ولا بنتكم هنيئا لكم راه عنده بنيه سليمه من الناحيه العاطفيه. ها انتم كتمرضوها لها هي مرضت. ولكن راه كتضارب معها البنيه الفكريه اللي كتقرا لانهم متصلين العقل راه ماشي يديروا لنا ربي في الصباط. العقل داروا لنا في الراس والراس مع العنق والعنق متصل بالرياق متصل بالقلب كلهم بعضهم بعض يا إما متصل يا إما منفصل فهنا ما يمكنش نقول على واحد الوليد أنه فاصل أخبار. مرحبا. إذن نرجع نواصلوا دائما برنامج مع المحلل بروفيسور ناخدو فاطمة زهرة من الشماعية. مرحبا. ألو ألو فاطمة زهرة. نعم. مرحبا لالا انت معنا مباشره في البرنامج. نعم عليك الله بدخول الجنه وحنا معك ان شاء الله. شكرا. مرحبا لالا نعيمه. شكرا. الو. شكرا لفاطمه الزهراء. بروفيسور. نعم لالا.
ومعك معك قدوة تبارك الله لنا في هاد البلاد. بارك الله فيك يا ناعمة، مرحبا بك. ما أستاذ معنا قدوة تبارك الله، كنحسوا بك فخرين بك في البلاد تبارك الله. بارك الله فيك اختي ناعمة، بارك الله فيك. أنت وهذيك سنة كنا احنا دايرين بك تبارك الله. الله يخليك اختي، شكرا. أحبكم الله ورسول الله. أستاذ معي عندي واحد عندي خويا نتصور معك في واحد الموضوع. إن شاء الله تفضل. واخا اليوم ماشي، واخا اليوم ماشي الموضوع ديالو. ماشي مشكل. أستاذ عندي واحد المشكل مع ولد خالتي. بحالاش؟ كنت عندهم كدير واحد العمل كنت جالسة عندهم كنت عاملة حال خويا، دابا بعد ما جيت دابا جيت لدارنا كيصيفط لي الميساج الوليد ديما صورته قدامي ديما هذه ديما هذه، قعدت أنا كنصيفط لي فهمتي؟ أنا كنصيفط لي دابا ومني واحد النهار اللي عيط لي قال لي واش أنا عمرني قلت لي كنبغي، قلت لي لا صافي مابقاش قلت لي مابقاش قلت لي راني إيه لا لا مابقاش قلت لي تاع التليفون هذا الخط للاسف تم زهرة ان شاء الله باسلوبها البسيط بسيط اي فيه سذاجه كبيره واحد النية كاين واحد قصيده قيس وليلى اللي غيلحنها العبقري محمد عبد الوهاب ملي كيتلاقى اب ليلى قيس جل الخيمه إنهما كانوا عندهم قرابة في العائلة، هو يقول ليه باها شنو جيتي دير يا قيس شنو جيتي دير عندنا، قال ليه جيت أخذ نار، بغيت شوية العافية نديه نوقدو به، قال ليه واش جيتي تاخذ نار واش جيتي تشعل نار، قال ليه واش جيتي تاخذ نار باش تفي توقد عندكم في محلكم ولا جاي تشعل نار. ف المغاربه عندهم ديك المثله ديال نظره فابتسامه فكلمه فموعد فلقاء، الشراره والوقيده اللي كتشعل العافيه هي العين، لهذا احنا المؤمنين كيطالب من الله سبحانه وتعالى بغض البصر. شنو هو غض البصر؟ ماشي فقط انك تطيح عينك، أنك ترفض ما جابت لك عينك. علاش كيقول لك مد البصر؟ مد البصر يعني راه بحال اليد تتجيب لينا هي الصور، وهذوك الصور راه هي اللي كيتمحور عليها الكيان الذهني الداخلي، لأن الشخص اللي عنده غير الأفكار وما عندوش التصور اللي كتولده الأفكار ما يفلحش في التعليم وما يفلحش في التدريس. احنا الحمد لله في برامج ديالنا شنو اللي يحبوا المغاربه معنا، اننا كنمثلوا لهم الصور بشتى الاشكال، نعطيهم مثال شعبي نعطيهم مثال من القران نعطيهم الامثله باش نجسدوا لانكارناسيون، كنجسدوا يعني لا نترك الاشياء مبهمه. علاش كتقول العربيه مبهمه؟ علاش؟ لان قراءه الشخص الأعمى بالأصابع، فتيستعمل الإبهام وتيستعمل الأصابع، فالعربية ملي تيقولوا لك هذا فكر مبهم يعني راه تيجعلني نبقى نشوف بيدي ما وراني مش عايش لي الضو، فنبقى نتلمسو فين هو الباب أخو فين هو الباب زح حمي راسي. أما الشخص اللي عنده التصور كأنه شعل لك الضوء. فهنا لاله نعيمه ما تلعبوش بالوقيد، راه يحرق لكم الصبيعات ويشعل فيكم العافيه. تولي انسان ضحك باس ام اس غزايد بكليمه تولي فواقع شراره 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 فو كتزند. لا، انسان يخاف على راسه ويرحم ضعفه. واحد النوبه واحد الشخص ما بقاتش عنده رغبه عن مع زوجته، ما بقاتش عنده رغبه، مازال يحبها كيبغي مرته ولاده ولكن ما بقاش عنده رغبه. نرويتها وغادي كنعاود هذه القصه باش نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. جا استشر معايا عرفوا صديقي وراجل واصل في المجتمع بخيره برزقه، قلت لي نديرو شي قهوه، قال لي واخا، قلت لي فين كتقهوى؟
قال لي في موضوع فلان فلان. مشيت انا للسناء الموضوع فلان فلان ما قدرتش نجلس. طبله وحده فيها جوج بنات، الاخرى اللي بجنبها فيها ثلاثه، الاخرى اللي ملي فيها جوج، الاخرى فيها وحده. تبارك الله والمغربيات الزينات، وهو بارك في وسط من هاد الخير حال فمو هكا كيفرنس. وكتسولني علاش مشات لك الرهبه مرتك الزفت كتسول. وقال لي على مال ممنوع انسان يشوف. وقال لي شوفوا ومن الدخان مرتك وتبان لك المراه مسكينه كرشها مدليه بحال هكا ويبان لك كذا وتبان لك كذا ما غتحملهاش. والله الا عندك الحق حق يضحك يعطيك الدم تحيد ما تدخلش نوض نوض سير قلت لي حيد من هنا. بقاش تبرك بقاش تبرك لان لا هيجتي نفسك على واحد الحاجه كنت باغيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث قسم لبنو ادم حقه من الزينه، فزين العين نظر وزين الاذن السمع وزين اللسان نطق والنفس تامر والفرج يكذب او يصدق ذلك. علاش نسيت نصونها واثرها لنا شتي كيما اثر. راه قلت لكم ما غتلقاوش الفكر الاسلامي شي بلاصه اللي اجوبه موجوده غير خص الانسان يمشي يقلب عليها. فالوقيته اللي هو مشى حيد دابا لاحظتوا واش مطالب بغض البصر فقط ام بالرفض ما اتت به العين. اش قال لي؟ قال لي ملي كان كيدخل لدارو كيبقاو الصور تاع دوك الفتيات حاضرين اللي في بالو، فكيبدا يبغي يتخيل عاد. قلت ليه ولا ولا لقيت اللي يحيدوا الصور ولا كيستحضر الصور مرتو من النهار اللي عاد عرسو نهار عاد زوج. قال لي وليت كنمشي نجبد الالبوم العرس ونشوف مرتي كي كانت غزاله ونشوف مرتي كي كاش كانت وكنقول الحمد لله والله الا انا بغيتها لي يعني اللي بغيتها. قال لي وكنشوف فيها جميله ولو انها كبرنا شويه في السن. ها علاش مسكينه المراه كتشرف قبل الراجل وشوفوا غير ثمن اللي كضرب مع الدراري. عرفت شنو هي تربي ولد ولا بنت عام ولا عامين ثلاث سنين كتشرف المراه ب 10 سنين. عام كياكل فيها قد 10 سنين ديال التماره. لهذا الله سبحانه وتعالى كرمهم ووضع الجنه تحت اقدام الامهات. الى هذاك الثمن رخيص كتولي المراه مسكينه ريبه فكدير 40 عام كتبان لك بحال اللي عندها 60 صفعات وشرفات. الراجل خصو يكون ذكي. والمراه اللي عاود تحبات بصدق كتغير تعاود ترجع لشبابيتها وتعاود ترجع لجمالها غير الحيويه ديالها. حيت هي وعاء هي عمرها تعمر خلاها خاويه كتسكن. لهذا كيقول لنا الله سبحانه وتعالى خلق لكم من ازواجكم انفسكم ازواجا لتسكنوا سكنوا اليها. هي راه دار خص يعمرها مولاها. الا ما عمرهاش كتسكن بالجنون. وعندنا حنا العرب الجنون ماشي هما الجن. الجنون هي ديك الافكار اللي دوي على جاك لاكون اللي كتبقى تروج في الصدر وكتحمق مولاها. اذا الا سمحتوا مستمعينا غادي غادي نمشيو لقراءة بعض الاس ام اس بروفيسور اللي كنتوصلوا بها دائما على رقم 5080. اول اس ام اس: سلام سناء بروفيسور، انا فاطمه 23 سنه ولدي عنده عامين عنيف بزاف فاش كنمنعو من شي حاجه كيبدا يلوح اي حاجه قدامه فكيفاش نتعامل معاه؟ القدرة والإحساس بالطاقة والقدرات اللي عندهم هما الأطفال الصغار في هذا السن باقي ما داخلش في خانة العنف. العنف هو استعمال القوة للظلم، ده هو العنف. مثلا مسؤول جماعي في الدار البيضاء عنده السلطة كيرخص لي بانو بوبليسيتير في الشوارع، ها هو عنده قوة قانونية في دراعه فكيحط لك بانو قدام صيدلية، يحط بانو. أنا يعني مؤخرا دايز في شارع أنفا وفرحت لواحد المبادرة، واحد العدد واحد الحومة على الضحي معلق لافتات في الواجهة العمارات ديالهم وكاتبين نريد أشجار ولا نريد إشهار. قلت الحمد لله البيضاويين عندهم صحوه فكريه وثقافيه، لان المقصود ماشي هو ضد البانو بيبليسيتير، لا هذاك راه تجاره. المحتوى ديالو واش كاين خدش للحياء العام؟ واش كاين خدش لهشاشه الناس؟ واش كاين خدش الاشياء؟ فملي تولي جهه اللي هي سلطه مثلا جماعه في الدار البيضاء وتتعطي الاذن المقاولة باش تعلق واحد الإشهار فيه شخص عريان وبالنسبة لها هو ما عريانش بالنسبة لهذاك الشخص اللي رخص، ولكن هو راه مشروك في مجتمع
ملي قناه عموميه كدوز مسلسل فيه شابه دايره نفس لا كوب دو ديال الشعر اللي مشاو بها شباب وكذا وكذا، علاش ما دويناش مع هذيك المقاوله؟ وعلاش ما دويناش على هذيك البرنامج؟ وعلاش ما تحاسبناش؟ فهاد الافراط والظلم في استعمال القوه سواء القانونيه او الماليه او الجسديه او هذاك هو العنف، هو الافراط والظلم بواحد القوه بين يدي واحد الشخص. طفل صغير ما عندوش قوه يظلم بها، راه عنده تعبير، هذاك حال يعبر به، هذاك اسلوب يعبر به. والطفل في عامين مازال شخصيه ما متركباش، مازال ما متكوناش. شنو اللي عندنا؟ عندنا البنية الموروثة من الجينات، بنية وراثية جايبها من أمه من أباه أو منهم بجوج. فهاد الأم هادي ولدها دار ليها في المكبر ديال الصوت واحد الحاجة كيديروها هما بلا مكبر الصوت، فدابا غتلقى هاد السيدة هي أو لا زوجها أو لا بجوج ما عندهمش رقة. شنو هي الرقة؟ حيت اللي بغيتي تربيه ما يكونش عنده همجية، خاصك تربيه على الرقة. شنو هي الرقة؟ عفاك ماما أعطيني نشرب، كنشرب. شكرا ماما الله يرحم والديك. عفاك بابا قطع لي خبيز، كناكل. شكرا بابا، الحمد لله شبعت بابا ماما، يمكن لي ماما نخرج من الطبلة نمشي نغسل يدياتي. رقة همجية، هذا مدي يدو الخبز فوق المعلقة ديال با غادي بها لفمو الراجل، غادي بمعلقة كسكسو لفمو والدري مد الخبز ضربات المعلقة وتشتت الراجل لا يضحك كيعجبو الحال وتيقول لك راه باقي صغير. تبارك الله تبارك الله، والله الا شبه كيتخاطب معانا، شبه الخالو زعطاط، شبه خالته والو. صباح انا جاي للاذاعه كنشوف رضيعه عيب الله دعمين غيمعسها كاميو نقل البضائع غيمعسها، امها كتدوي وتضحك، السيد اللي غينزل البضاعه هو اللي يشد الدريه. شنو قطعت الشنطي؟ قطعت الشنطي، المراه تدوي والرضيعه جابت الدوره من ورا الطوموبيل وقطعات الشنطي والكاميو كينزل السلعه غيمعسها. بقيت انا واقف وكنقول يا ربي السلامه يا ربي السلامه يا ربي السلامه، اش غندير؟ نهبط من الطوموبيل؟ اش غادي ندير؟ الراجل جاب الله كان كلاكسوني وراجع عتق عتق عتق. تخيل رضيع صغير ولد عامين، اش كتم جايه للبلده المجسده فمها جايه ها ها ها. قلت لها مبارك مسعود عليك الذكر اللي خرج لك في عودك، لالا الحمد لله دارهم لكم الله، هذا همجي ضد همجيه، هذا بليد مع بليده، باش يلا تقادو. قلت لها ما حشومش عليك البنت غتولي كفته وانت كتضحكي. صاحبك فهمات؟ جده فهمات الله يرحمها في القبر. فقبل ما نجول لمود دري صغير تمشي المراه تشوف راسها في المرايه. تشوف راسها في المرايه بعدا. ماشي المرايه ديال الوجه، المرايه ديال التصرف، المرايه ديال الاخلاق. كتكون المراه جالسه بالحطه وبالغزاله وبكل شيء وتتفوه وتحل فمها 6 متر الفوق، انت كتشوف الحلاقه ممكن كدوز لها ديك الساعه، ما ديرش يدي على فمها. كتشوف الراجل فمو عامر بالخبز والماكله، كل شيء خلى رابعه اللحم فمو، ويدوي معاك ويبتسم لك. اش كتبتسم لي يا الديناصور؟ اش كتبتسم؟ كاين اللي ما يحك سنانه، كاين اللي ما يحيدش لحد العرق، كاين اللي ما يبدلش حوايجه. واش عمرك السيده كتقول لي يا راجله ما تيغسلش بالشهر بالشهرين؟ قالت لي ملي كيدخل معايا للفراش الاستاذ كندير زيف وتندير فيه ريحه الورد ونحطو على نيفي باش قالت لي نعس مع راجلي. قالت لي ملي كندوي معاه قالت لي كيغضب. اذا ملي نجيو حنا وتقول لي السيده في الاس ام اس ولدها كيدير كذا ويدير كذا، شنو زعما انا مسطي ما كنفهمش؟ هادي سا سابيل اناليز ديكوتوميك، وحنا ما كنديروش اناليز ديكوتوميك، كنديرو لاناليز جلوبال دون لا ديمونسيون اونيتير. يا اما تشد العائله كلها تشوفها وتشوف اخلاقها
وتشوف اخلاق راجلها وتشوف كاين اللي كيوصل لحشاكل طاروت الزبل ويلوح الزبل في الارض. وصلتي حتى للطارو حتى للطارو وصلتي ليه وتلوح وتلوح الزبل في الارض. كاين اللي كيوصل للموضع في العماره اللي حشاكم فيه الزبل كيتلاح ويحط الخنشات الزبل عند باب الكونسيرج على ما داك الكونسيرج ماشي بنادم. كاين سلوكات اللي يعني كنستهنوا بها ولكن كان صيقوا البالكون الله يرضي عليك ونصيفطوا لوسخ السيارات عباد الله اللي لتحت. شنو هذا؟ تخيل كتكون غادا السيده في الطوموبيل وبنتها ولا ولدها بجنبها وتحول الشرجم ولا السيد يحول الشرجم ويلوح 3 كيلو ديال الزبل حاشاك برا من الشرجم ديال السياره. اش كيعني هذا الطفل؟ شنو كيعني؟ دخل المرأة تقضى عند مول الفواكه وتمد يديها التفاحه وتمد يديها البنانه وتمد يديها الخوخه وتضربها ليه في البلاصه تما تاكلها. سيدنا رسول الله في خبركم كيوصي يقول لكم هذا راه عيب ما ديروهاش حرام. ما تمدوش يديكم فواكه الناس. واخا ياذن لك واخا يقول لك خذ ما تاخذش. تاخذ انت تفاحه الاخر ياخذ تفاحه في العشيه في العشيه غادي نجعلوه يشفر لينا هذاك. غادي كنقولوا ليه واحد السيد والله الا تنعرفوا كزار جا عنده السيد قال لي انا عارفك عندك اللحم الجوده وعندك اللحم مهواش. قال لي يا سيدي عندي اللحم جوده وعندي اللحم مهواش. قال لي محشوماش عليك؟ قال لي لا محشوماش. قال لي كيفاش؟ قال لي يجيني فلان ويقول لي انا رجل كذا وكذا وكذا اعطيني كيلو اللحم فابور. قال لي كنعطي اللحم اللي ماشي جيد. وملي يجيني قال لي مول الفلوس اللي باغي يشري فلوسك اعطي اللحم الجيد. قال لي ماني بغيتي نضيع فراس مالي. قال لك خلاني بقيت ساكت. قال لي هي انت مراقب بصح؟ وقال لي واش راقب؟ قال لي ملي يجي يضلمني فلان ويضلمني فلان يدي لي هذا كيلو هذا نص كيلو ما يخلصونيش. قال لك اعطيهم اللحم اللي ما هوش. اما الناس اللي كيشريو قال لي يا سيدي كنعطيهم اللحم اللي هو. بغيتي نحيد اللحم اللي هوش حيد لي اللي يضلمني. فراه كذلك الطفل قبل ما تقولوا على الطفل عنده شخصيه فيها العنف ولا عنده تصرف في العنف هذاك راه تعبير كيعبر لكم ولدكم هكاك وبنتكم هكاك. تعبير انه في حاله اندفاع حيت قوي طيح كاس وطيح هذاك غير اندفاع. كنعلموه لا موديراسيون كنقول يا وليدي عفا فريني فريني. اما ملي تشوف انت كتقبل ولدك هو تيقمع شفاك انت كتعنقو و تينتفلك الشعر انت كتضحك معاه و تيخشلك صباع في العين و مقمعك وترشه. هذاك راه ما بقاش اندفاع هذاك راه اسلوب كيعبر به على شي حاجه شربها من المجتمع ديالو الصغير من مو با الجد الجده العم الخال كذا وكذا وكذا وكذا. ناهيك على العنف المسكوت عنه. اللي جينا نفتحوا غادي نديروا حلقه بروفيسور. غادي نختموا باخر اس ام اس من عند ام نهى من قنيطره كتقول بنتي عندها 4 سنين ما بقاش باغا تمشي للمدرسه لانه واحد الوليد عضها في يديها ولات كتخاف بزاف وهذا اكثر من اسبوع كتفيق مخلوعه وغير كتبكي ما كتمشيش للمدرسه. الله يخليك بروفيسور ما ساعدني. الله يجازيكم بخير. بدلوا بعدا هذاك راه ماشي مدرسه هذاك روض. فرق ما بين المدرسه والروض ان المدرسه فيه المدرسه وفيه درس. وردوا البال من المعاني لانها مؤسسه للافكار. الا قلتوا مدرسه صبح هذاك الوليد خصو يلبس الطابليه وخصو يدير الصف وخصو يهز صبعه وخصو يدير تمرين وغتقرها تقهروه غير في المعنى لان احنا كنتكلموا على العنف الرمزي ونيفو سامبوليك نردوا البال. فذلك روض. والروض اشنو فيه؟ فيه الترفيه واللعب والمرح. بالنسبه للولد ذكر أعطاه الله القوة في الجسم وأعطاه الله القوة في الروح وفي العزيمة. أعطاه الله القوة. القوة ديالو خصنا نستعملوها لحماية الضعيف. فهاد الأم هادي غتدي بنتها عند عائلة هذاك الوليد وغتقول ليه شتي يا بابا هادي ضعيفة منك أنت أقوى منها ولكن هاد القوة هادي باش تحميها حبيبي ماشي باش تأذيها. دابا إلا أديتيها صبحتي ظالم وغنتاخدو ضدك عقوبة. الطفل في واحد الحالة الاندفاع في إحساسو القوة بلا ما تيشعر عندهم هما لا ديفوغاسيون. لا ديفوغاسيون دوات عليها فرونسوا دكتور دوينا عليها في الحلقة الماضية ونعاود ندوي عليها. هو كيبغي يجيب كل حاجة لفمو باش يعرف قيمتها ويعرف شنو هي. هاد لا ديفوغاسيون شنو كتبين؟ كتبين بان لو روجيستر دو نون دو بير ما دخلش عند الطفل بانه باقي في لا ستركتور ماتيرنال بريميتيف اي لا ديمونسيون سامبوليك كولتوريل كيدخلها الاب باقي ما عاشهاش هذا الطفل هذا فهو محروم من هذا لو روجيستر هذا.
المدرسة دورها de restituer si jamais elle comprend sa fonction initiale. La fonction initiale de l'école, ديال المدرسة راه ماشي هي تعلم A, B, C, D. راه سي دو ريستيتوي. كتجي كتعطينا عواض البنيات الفكرية والمؤسساتية للشخصية في المدرسة. يعني شخص واحد الطفل محروم من باه كنعطيوه معنى الأب. قبيلة لا سعاد قالت لك لعبات الدور ديال الأم والأب راه الحباب ديالي كنقول لكم ما يمكنش تلعبوا جوج الأدوار. مع ذلك انتوا غتوليو ذاك الممثل المصري عرفتي على سناء اللي كان اللمبي محمد سعد هذاك هذاك هو اللي كنعتبره انا فنان في الادوار كيلعب لك مره هنا ويلعب لك راجل هنا اما احنا الانسان العادي اللي ماشي في مسرح ولا في الاوبرا ولا في كذا يا ربي نكتفي بالدور ديالي الراجل عنده الوظيفه ديالي عنده الوظيفه مؤسس اللي كياسسها هو الجسم جسم ذكر تخبرك حاليا في فرنسا وفي اوروبا لي ميدسان شيرجيان ديستيتيك صبح عندهم واحد ارتفاع طلب غريب نساء كيطلبوا منهم لا غريف ديال لا بارب نساء كيطلبوا باش تزرع لهم اللحيه نساء جميلات وتيحافظوا على الانوثه ديالهم في هذا الباب وباغيين اللحيه سؤال كنلقاو الرجال حاملينها بصح ما كانوش النساء غيمشيو يطلبوا باش يزرعوا إذن تنشكر كل المستمعات والمستمعين الأوفياء لحسن المتابعة والاستماع البرنامج مع المحلي لكم تحيات مجدوني علامة الإدريسي في الإخراج والبرمجة الموسيقية وكنتمنوا لكم نهاية أسبوع ممتعة جدا برفقتنا ورفقة برامجنا المتنوعة على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.